استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مشروعات الوزارة خلال العام الجاري 2022. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية في حشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية. من جانبها أشارت الوزيرة إلى استمرار الترويج لمبادرة حياة كريمة عبر المحافل الدولية والمؤتمرات ذات الصلة وبتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية.